مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. مرحبا بخير أميس، بخير ناس يسمع فينا الكل. نحكيه على ديون سيل يرجع لجويلية 2019 بين شكون الأسطورة والمعلم، اللي هما شكون الأسطورة شكون المعلم؟ أنا وإياد اختاروا بي شكون الأسطورة شكون المعلم. إياد الأسطورة مش المعلم، مش شكون الأسطورة. الأسطورة اللي هو محمد رمضان مسمي روح الأسطورة، والمعلم الأسطورة والمعلم اللي هو سعد المجرد. نحب الأسطورة سعد المجرد الفنان المغربي اللي عنده نجاح كبير في العالم العربي الكل، ونجم هكا ينجح باللهجة المغربية متاعه ويسوقها في العالم العربي الكل بكل بساطة. هما للزوز نحكي لكم علاش عادينا اكستريم الغناية نسي النجاح الكبير العام 2019، لكن في 2020 الزوز بدلوا 2021 الزوز بدلوا ستيل متاعهم وعملوا غنيات هكاية هيت، وكان زادة برشا منافسة بيناتهم على اليوتيوب. غنيات في رمضان بالصدفة كان عندهم ستيل هكا مختلف، الاول سمعتوه سعد المجرد والثاني محمد رمضان. معناتها واحد مهما يعمل راهو عميل لازم يجي نهار يتوب ربي. هذوما نهار يجمع يتوبوا كل رمضان. كل رمضان فوالا. هما علاقتهم ترجع لعام 2015 وقت اللي طلعوا مع بعضهم سور سين في مصر، وكانت حفله كبيره قبل ما يصير تعاون بيناتهم بالحق في انسي، وهكا كانوا كان محمد رمضان فرح بسعد المجرد على المسرح في القاهره. كنا محتضنين كل النجوم العرب صلاح وكل النجوم فريد الاطرش سوريا. انا سعيد ان سعد فكر في مصر وفكر انه يعمل حفله في مصر. جمهوره في الوطن العربي كلنا عارفين جمهور لا حصر له، يعني ما شاء الله، فمنور بلده وسعيد جدا بوجوده. ان شاء الله باذن الله حيكون في فيلم حيجمعني. حكيوا على فيلم وحكيوا على ديو اللي كان بالحق عام 2019، وحكي عليه هكا محمد رمضان في 2018. سعد المجرد صديقي جدا، ويعني كل الزيارات اللي جي فيها مصر كنا بنتقابل، كان بيشرفني وينورني في المكتب وبنقعد ونتكلم وطبعا يعني هو مشكلته في ايد القضاء، يعني انا كلامي لا هيقدم ولا هيأخر في شيء، واللي يعلم الحقيقة هو ربنا وحده. ولكن أنا بقول يعني هو ربنا بيقول إن رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني أنا بقول شهادة حق. أنا الراجل ده زي يعني تكلم حتى أراك كده، أنا من قرايتي لي إنه شخص ابن أصول، والده وأم يعني والده ووالدته مصليين، راجل ما عندوش في حياته غير هدفه، وزي يعني راجل عايز يشتغل وعايز ينجح وعنده طموح جبار. فما اعتقدش ان الشخص الطموح ممكن يضر نفسه بهذا الشكل، ما اعتقدش. هو الموضوع هذا كان وقتها سألوها على القضايا اللي متهم بها سعد المجرد في فرنسا بالاغتصاب، تعرفوهم التهم هذوما الحكايه الكبيره مع القضاء اللي سعد المجرد برشا مرات، حكايه طويله ومتجدده ومازال ما تحكمش نهائيا فيها الحكايه هذه. وقتها باش يخدموا بعضهم فقال انا بما انه رايت رجل يعتد المساجد فاشهدوا له بالايمان. ما تو كيبدا واحد داخل خارج المحكمه زاد قضايا اغتصاب نشهدوا له بشنو؟ هو المتهم بريء الى ان تثبت. لا انا جاوبت سؤال بسؤال. ليه معناتها ساسوري اذا انه واحد يمشي للجامع معناتها ما يرتكبش جرائم، راهو معناتها المحاكم فارغه. كيما واحد نجم يمشي المحاكم ويكون بريء معناتها يدافع على صاحبه سيتو يلوج شنو التبرير اللي يلقاه له وكاو. انساي وقت اللي تعديت في 2019 في اليوتيوب نتاع محمد رمضان كان اتفاق ما بيناتهم وعقد ما بيناتهم انه باش يتم اقتسام الارباح من بعد، يعطيهم محمد رمضان لسعد المجرد بما انه ديوم بعضهم، ولكن هو موجود في قناه يوتيوب نتاع محمد رمضان. ووقتها كانت المشاهده تخيلوا في نهارين فقط عملت مليون مشاهده، في اربع ايام زوز ملايين مشاهده، وكان رقم قياسي وصلت الى حد
الآن 170 مليون مشاهدة، اللي هو واحد من الأرقام القياسية في العالم العربي. وهذا مخرج الكليب يحكي على الأرقام القياسية هذه معنى تسجيل في 2019، وقتها زاد على المنافسة ما بيناتهم الزوز عند الجمهور العربي. طبعا فكرة طبعا مختلفة، والموضوع للأغنية بتتكلم، كلمات الأغنية مختلفة عن باقي الأغاني اللي عملتها من قبل، فيا رب تعجب الناس إن شاء الله. معادها قريبا يعني في خلال هذا الأسبوع يشوفوها على القناة الرسمية عندي على اليوتيوب. هذا كان قبل ما يحكيوا على قبل ما يهبط الكليب على اليوتيوب. وبعد المخرج نسمع شنو قال. ويمكن أكتر رقم حصل يعني ما شفتش حاجة عملت 5,400,000 في يوم 24 ساعة، غير إن احنا دخلنا ترند العالمي بتاع يوتيوب في 24 ساعة، كنا رقم 2 أو 3 يعني 3 و2 6 الصبح، كان عدى يوم بس في ال 24 ساعة الأولانية دي احنا كنا من أكتر الفيديوهات في العالم، في أول توب في التوب 50 في يوتيوب أو توب 100 كمان، كنا في 3 أو 2. فده ودخلنا ترند أوروبا، ودخلنا ترند كندا، ودخلنا ترند إندونيسيا والهند وماليزيا، دخلنا في حتت أنا عمري ما كنت أتخيل إحنا ممكن نوصل فيها. بس طبعا برضو التعامل مع واحد زي سعد المجرد بجماهيريته الكبيرة، يعني هو برضو راجل مطرب عالمي وعنده جماهيرية كبيرة جدا، ومحمد طبعا جماهيريته برضو تقيلة جدا وعدد كبير جدا، الشرق الأوسط مقفلين الشرق الأوسط، يعني أي أغنية بنعملها ترند رقم واحد على طول في كل وطن عربي، متعودين على كده. بس المشاركة مع سعد المرة دي فتحت لنا يمكن أبواب جديدة وتقدمنا بشكل الحمد لله كويس. رأي بعض الجمهور برا يعني سعد المجرد مغطي على محمد رمضان، العلاقة بينهم عاملة إزاي؟ هم أصحاب جدا وبيحبوا بعض جدا وبيحترموا بعض جدا، وكل واحد بيحترم التاني في حتته قوي. فوالا دونك كما سمعت 5 مليون مشاهده في 24 ساعه، اللي هو دخلهم للترند العالمي وخليهم رقم 2 عالميا في اليوتيوب، حاجه كبيره برشا تعتبر كي يتلموا فيها هما زوز. وفي عام 2020 جوست قبل كورونا، بعد ما رجع سعد المجرد يغني بعد سنوات اللي هو انقطع فيها انه يطلع سيغسين بسبب المشاكل والقضايا اللي عنده، كان هكا لقائهم كيف كيف في مصر سيغسين باذن الله مع بعض. Thank you so much for your support. I love you all and I miss you so much, my dear friends. ولا هذيا هما لزوز في القاهرة. بعد هي في الفترة هذيا البارح اليوتيوب يحذف الغنية هذيا اللي عاملة 170 مليون مشاهدة بسبب طلب رفعه سعد المجرد ليوتيوب، لأنه محمد رمضان ما حبش يعطيه مستحقاته المالية كما تعرفوا قديش تدخل برشا فلوس. فاليوم أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم، هذو مجموعة ماشيين وداخلين للجامعة ويصليوا الإيمان والكذا وتدرب لغر قلبه في فلوسه تاكل قال عادلي ملكش حاجه عندي دونك بما انه يوتيوب هاكا تفاعل وسعد المجرد فرحان في فرحان بالحذف الرسمي وفيت الصحبه وقت تدخل فيها الفلوس. مالا صحبه ومالا غاني ومالا اما تقعد غنيت انسي من انجح الغنيات بالحق في عام 2019 وحتى لليوم كي تتعدى غنيه محليه. اما خير اياد الصديقه ولا الفلوس؟ هي الصديقة به اما حتى الفلوس ما عندك بتقول بقى خشوف ايد ما عاش مش علق الموضوع ما مش نعلق حلق الصباط واحد قالب صاحبه بفلوس بتاعهم لا معناتها انه اعلاميا تخرج تعمل تصريحات تشكر عبد ما تخلو في فلوسه ايه هو ده اللي بدا يمهد وقته هو يشكر فيه هذا يركع فيه مش يقلبه ايه ما قدش فيها زعمة فلوس خاطر نعرف لي فيو نتاع الميدل ايست مش قد لي فيو نتاع نور افريك مش قد لي فيو في امريكا الميدل ايست اما لا موين معناتها في العاده يقولوا انه ال 1000 فيو ب 1 دولار حاجه هكا ما عنديش حتى فكره على تونس هذا مثلا معناتها ال 1 مليون دو فيو يجيو 1000 دولار تحكي في الرقم معناتها عندهم لا سامح كي تضرب في 175,000 فما مليون مشاهده معناتها 170 مليون مش 600 مليون بلس كمان اي ما عندناش تطلع 600 مليون تونس في الاخر اذا كان خدينا التغييف نتاع ميدل ايست نتاع تونس يظهر لي هذه اللي حكى عليها الارقام لا انا هذا سي اون موين معناتها انترناسيونال من بعد ديتاي نتاع لي ريجيون ما نعرفوش بالله غنيت بلت يا ليلي يا ليلى قدش عامله يظهر 600 مليون حاجه كيما هكايا هو من اكثر الغنيات في العالم العربي شو هذا باش نحسبوا له ما احنا الناس قدش دخل ربي يزيد اعتمادا على المويه اللي قالها اياد ف
فانه تنجم تكون معناتها 700 مليون. ما قلتش خويا باش معناتها مشيت لقيها غلطه انت اياد راه معناتها كان سعد المجرد ومحمد رمضان مع بعضهم هما زوز نجوم كبار برشا عملوا 124 مليون مشاهده فانه غنيه بلطي ليلي عامله 700 مليون مشاهده معناتها تقريبا قدهم هما مع بعضهم يمكن 5 أو 6 مرات او مراد قاعد يحسب الفلوس وهو يطلع اي والاغنيه بالحق بتاع بلطي برشا فنانين شفنا من لبنان من تركيا من اسبانيا عاودوا غنيوها بلغات اخرى نفس معك الاكزامبل الاخر مثلا غنيه نورد وعربوش وما تقدش عامله من فيو تشوف لي عامله نومبر زاد انورم في بالي معشنا في ال 40 50 مليون يظهر لي حاجه هكا معناتها كمان في تونس ولا عندي تيتر قد ايه 100 مليون ست اي برسك 100 مليون مع تقريبا 100 مليون مشاهده اسمها اورورو نتاع سمراء موندو تراش هذيك عاد غنى يوسف الشاهد شخصين فما بالك ما هذاك اللي يعرف قبل اي بالحق راه انا وقت اللي هو قلت له شنو هي الحكايه انا ما نفهمش في الراب 153 مليون الموندو نتاع سمراء معناتها تشوف معناتها في تونس لو نعملوا ديفيو اكثر الراب يعمل في برشا برشا اللي موجودين عندهم هما معناتها ستار لي على شل معناتها ناس انترناسيونال ولا عرب معناتها ضاربين على الاخر وكل معناتها عنا راهو توانسه يعملوا ديفيو اكثر برشا ومع رغم اللي نحن 10 ملايين ولا 11 مليون كها ولكن برشا من العرب يتفرجوا فيهم لي تيتغ راب نتاع توانسه لا وفما اللي مغربه معناتها سورتو الجزائريه والمغاربه يفهموا اللهجه اكثر وحتى الكلمات بالفرنسي يفهموها دونك شكون رابيرك المفضل هجرة مش جيلية بلتي اي وعربوش عجبتني سنة عجبتني مش رابير عربوش قلني لا الغنية في بالي في بالي نوردو الغنية عجبتني سنة طلعت على اخر جنجون زيدة محلي لا اختار مفضل مفضل بلتي بلتي به ايد سؤال هذا صعيب ياسر اي عادش بي ايد معناتها ايد راهو جون ويسمع راب لا باش نكذب على الناس لاني جون معناتها ما عادش جون وما كنتش نسمع لا ما زلت جون شنو تبارك الله معناتها عمرك 40 سنه ولكن ماهيش محصوره بالعمر معناتها اللي نسمعوا معناتها يمكن اكثر حد سمعته هو بلطي معناتها بلطي بلطي وشيخ امام بلطي وشيخ امام يد على وانت شكون اكثر رابر انا لا ما نجمش عاد نقول ما لازم يكون محايد يا بنت وانت تسمع الكوره تسمع الكوره ساعات خمسه ساعات ماني محايد يا في الكوره مع اسكندر كل كلنا اسبيرونتيست ونورمال وكذا وعادي يجي جيت في الراب ليل وين انا تعرفوا ليل وين ولا في تونس في تونس اي في تونس اللي ما نعرفوش ما عرفش مكفهم ولات اوه محلاها على الاخر تحكي عزوز يحكي ولا حاجه ما يفهموش انا كيف كيف زاده في الكوره كيف كيف هكا به انا توا علاش اخترت الموضوع هذا على خاطر محمد رمضان من مصر نجيو لموضوعنا انا قلت لك البارح مش نعرف حاجه على مصر لا لا ايش كنت مع شكون كنت تقول عليه محمد رمضان انا محمد رمضان ونحب السيسي ونحبهم وكل يرحم والديهم واحلى شعب واحلى تحيه واحلى حكومه واحلى ديمقراطيه واحلى العالم كله فيهم ديمقراطيه اوكي انا من لهذيك الديمقراطيه اموري انا ما اياد انت تحب تدخل في الموضوع هذا ولا احنا في ديمقراطيه وعندنا حريه تعبير انت تخمم اللي تحب خويا اي ولا معناتها انا نحب مصر ونحب السيسي ونحب كل شيء كان لاهلي كا نسيت شكون اللي قال حريه قال الديمقراطيه هي انه الناس الكل عندها حريه التخلويط واحد حر يخلط على روحك معناتها هذا بدون شروط معناتها وما تعبش نعطي فرصه انا من هنا حتى قبل ما يوفى جوان شوف معناتها هل هو حب متبادل ولا لا كما في جوان نعمل لك موضوع على مصر باش نعطيك الفرصه طبعا تفهموا عليه معناتها تشكر السيسي الشيء ذاك عندهم مهله باش تكون شعور متبادل من هنا انا هاو منهم الاهلي والترجي الروتور معناتها اللي في مصر نهار 26 جوان مازال عندك الوقت اي لا ان شاء الله يقعد شعور متبادل انتو بعد زيارتي لمصر ان شاء الله تشوفوا المجهودات هذه تنفع ولا لا في الشان يكون شعور متبادل ولا لا احنا رو معناتها قلنا نتبعوا مين اذا الخط هذا يوصل ويعطي نتائج وقتها ندرسوا انه نعمموه معناتها ما به يعطيك صحه بارك الله فيك هجور يعطيك صحه